الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله تعالى أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم في هذا المسجد المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، كنا في دروس سابقة وكذلك في درس البارحة تكلمنا عن شيء من الأحداث في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وربنا جل وعلا أمرنا بالاقتداء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا. وقد جعل الله تعالى الرسل من البشر ليصح اقتداؤنا بهم، لو كان الرسل من الملائكة لكانت خواص الملائكة وصفاتهم تختلف عن خواصنا وصفاتنا، وبالتالي ما نستطيع أن نقتدي بهم في طريقة الأكل، لأن الملائكة ما تأكل. ما نستطيع أن نقتدي بالملائكة كيف يتعاملون مع الزوجة، لأن الملائكة ما تتزوج. كيف نقتدي بهم في التعامل مع الأولاد؟ ما هم الملائكة ما يأتيهم أولاد أصلا. طيب كيف نقتدي بهم فيما يتعلق بجهادهم وقوتهم؟ هم أصلا جهادهم وقوتهم وتكوين خلقهم يختلف عنا نحن، فلا يصح أن نقتدي بخلق آخر لا يشابهنا. فجعل الله تعالى الرسل من البشر حتى يصح أن نقتدي بهم، فنأكل كما يأكل النبي عليه الصلاة والسلام، ونشرب كما يشرب، ونلبس كما يلبس، وننام كما ينام، ونتكلم كما يتكلم، ونجعل هيئتنا كهيئته. أمرنا بعفاء اللحى، بحف الشوارب، نجعل هيئتنا كهيئة عليه الصلاة والسلام. تكلمنا معكم سابقا عن شيء من فنون القيادة عنده صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان يقود الناس، كيف كان يتعامل معهم. تكلمنا عن تعامل صلى الله عليه وسلم مع عموم الناس، سواء تعامله مع الكفار، تعامله مع المؤمنين، تعامله مع المنافقين، تعامله حتى مع خاصة أهله، مع زوجاته وأبنائه. كل هذا قد سبق معنا في دروس سابقة قد بدأناها يعني كل صيف منذ تقريبا 7 أو 6 سنوات. هذه الدورة جعلناها في فن النجاح في الحياة، كما قدمت بالأمس كل إنسان يحرص على أن ينجح في حياته. لو تسأل الطالب لماذا تستيقظ مبكرا وتذهب في شدة الحر إلى المدرسة وتجلس إلى الظهر وترجع وتذاكر، يقول لي أنجح في حياتي. لو تسأل الرجل الذي يريد أن يتزوج، ليش تحرص أنك تتزوج وتتعامل زوجتك معاملة حسنة وتجمع الفلوس للمهر وجهز البيت، يقول لي أنجح في زواجي. كل إنسان يحرص على أن ينجح. كيف تنجح؟ لما تخطط تخطيطا حسنا تستطيع أنك تنجح. إنسان أراد أن يسافر مع أولاده إلى مثلا إلى الشرقية، من مكة إلى المنطقة الشرقية، إذا كان ما خطط من أي طريق بنمشي، ما هي السيارة التي سنستعملها، كم سنجلس هناك، ما هو المكان الذي سنستأجره، إذا ما خطط لن ينجح. حتى لو وصل إلى هناك وبدأ يدور ويدور، يعني أنا أعرف أحد أصحابي مرة خرج من الرياض واتصلت به فقال لي والله احنا رايحين أنا والعيال للشرقية نتمشى، ثم اتصل بي الساعة، طلع بعد العصر من الرياض، اتصل بي الساعة 4 الفجر وقال لي والله أنا رجعت للرياض. قلت ليش يا فلان، عسى ما شر؟ قال والله جلسنا ندور 4 ساعات ما وجدنا ولا شقة للإيجار ورجعنا. قلت يا أخي المفروض أنك تخطط قبل أن تذهب، في شيء اسمه انترنت وشيء اسمه حجز بالتلفون وشيء اسمه السؤال واتصال، فالأصل أنك تخطط لتنجح. أما أن تفشل رحلتك أنت وأولادك وكأنك مأمور أنك تطمئن على شيء في الشرقية وترجع، الإنسان الذي لا يخطط لا يستطيع أن ينجح. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل أفعاله كان في تخطيط واضح. يعني مثلا حتى في لما أراد أن يهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، خطط ما هي الراحلة التي سأركبها في الطريق. يعني كأن عليه الصلاة والسلام جمع جميع الأشياء التي يحتاجها قبل أن يسافر، قبل أن يهاجر. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى راحلة. كيف ندبر الراحلة؟ نحتاج إلى مكان نختبئ فيه، نحتاج إلى طعام وشراب في الطريق، نحتاج إلى شخص يدلنا الطريق حتى ما نضيع في البر. ما كانت طرقهم مثل طرقنا، تمسك لك طريق مسفلت وفي لوحات حتى تصل، لا، كان يمشون في البر.
لو تنحرف يمين أو يسار ضعت في البر وربما مت جوعا وعطشا. فكان في تخطيط واضح عنده عليه الصلاة والسلام قبل أن يسافر. فأما الراحلة أبو بكر جهز الراحلة، طيب خلاص انتهينا من الراحلة، طيب أين نختبئ؟ هل نذهب شمالا مباشرة إلى المدينة من مكة إلى المدينة ونختبئ في غار في الطريق؟ لا، ما هم القريش بتبحث عنا، طيب لازم أن نبحث عن مكان نختبئ فيه قريش أصلا ما تفكر أنها تبحث فيه. طيب إذن أين نذهب؟ نذهب جنوبا. طيب أنت تريد أنك تسافر شمالا وتتوجه جنوبا؟ نعم أتوجه جنوبا لأختبئ حتى يخف عني الطلب. طيب كم ستختبئ في الغار؟ سأختبئ 3 أيام. ليش يختبئ 3 أيام؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه جرت عادة الناس أنهم إذا بحثوا عن شيء يبحثون اليوم الأول 100% بحماس 100%، اليوم الثاني يبحثون بحماس 70%، اليوم الثالث يبحثون بحماس 10%، اليوم الرابع يتوقفون عن البحث في الغالب. مثل أنت مثلا لو مثلا ضيعت بطاقتك ولا ضيعت جوازك، تجد أنك اليوم الأول تقلب البيت كله 100% تبحث تقلب يمين ويسار وتفكر وتتصل على أصحابك، يمكن وقع مني في سيارتك، ولا يا فلان يمكن نسيته في المجلس عندك، تبدأ تتعب في البحث عن بحثا تاما. ثم بعد ذلك في اليوم الذي بعده يخف هذا الحماس، تبدأ تقول لإخوانك يا الله ابحثوا معي، اللي يجده أعطيه 100 ريال ولا 200 ريال، ويخف حماسك. وتبدأ ربما أمك تقول لك طيب ليش ما تبحث في المكان الفلاني في السطح، تقول لا والله الظاهر ليس هناك، يخف حماسك. ثم في اليوم الثالث يخف الحماس أكثر، اليوم الرابع ينطفئ. نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله كان يعلم أن قريش، أن العرب عموما يبحثون في اليوم الأول 100%، اليوم الثاني يخف، حتى اليوم الرابع يتوقف هذا البحث. لذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم قد توجه إلى ذلك الغار ليبقى فيه 3 أيام. شوف التخطيط الواضح عنده صلى الله عليه وسلم، ما أقبل وتوكل فقط واعتمد على التوكل وقال والله أنا نبي ومؤيد بالوحي من السماء، لن أبذل أي سبب، سأعتمد فقط يا ربي على توفيقك وأمضي. لا، رب العالمين أمرنا بالعمل، صحيح رب العالمين ينصر المؤمنين ويؤيدهم بتأييده، لكننا مأمورون أن نعمل وأن نجتهد. كما قال الرجل يا رسول الله إني قد أنخت ناقتي عند باب المسجد وجئت إليك، أناخ الناقة عند باب المسجد وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال يا رسول الله هل أعقلها؟ أرجع إلى الناقة وأربطها حتى لا تفر، هل أعقلها أم أتوكل على الله؟ أخليها بدون ربط وأتوكل على الله؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال أعقلها وتوكل، أنت أبذل السبب وتوكل على الله تعالى أن يوفقك في الأسباب التي بذلتها. فهذا أيها الإخوة الكرام مهم أن نعمل به، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان يخطط لجميع أموره. لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى معركة بدر خطط من الصحابة جاهز سلاحه، بعض الصحابة قال يا رسول الله أنا سلاحي في البستان، يعني بعض الصحابة كان عنده مزرعة خارج المدينة يضع فيها بعض أغراضه، يقول يا رسول الله أعطني فرصة، أنا أريد أن أخرج إلى معركة بدر لكن سلاحي موجود في بستاني خارج المدينة، سأذهب وأحضره. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطته أننا لازم نمشي الآن، ما في وقت ننتظر أحدا، قال لا، من كان سلاحه حاضرا يخرج معنا. لذلك بعض الصحابة من خيار الصحابة ما خرجوا إلى معركة بدر، لأن المعركة جاءت مفاجأة ولا أعطوا فرصة لإحضار أسلحتهم. معركة أحد تجهز عليه الصلاة والسلام وخطط لها من أين نخرج وكيف نمضي وكيف نقاتل، ولما صل إلى مرحلة القتال. لذلك حتى لما نتكلم عن النجاح في الحياة يا جماعة، الذي يخطط لحياته، يخطط في طلب العلم، ماذا سأقرأ أنا خلال هذا الشهر، ماذا سأحضر من دروس، أنا أريد أني أجمع مثلا مبلغ من المال، طيب ماذا أفعل لأجل جمع هذا المبلغ، ما هي الوظيفة التي أتوظف بها، ما هو نوع التجارة التي أعمل بها. التخطيط الصادق الصح للحياة يعطيك نتيجة صحيحة. لذلك كل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان هذا هكذا خبط عشواء، لا، كله كان مبنيا على تخطيط. ومن ذلك ما نتكلم عنه اليوم من خبر معركة هوازن. تقدم معنا بالأمس
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما فتح خيبر كان أمامه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعداء أقوياء في جزيرة العرب، يحتاج إلى التخلص منهم حتى يهتم صلى الله عليه وسلم بنشر الدعوة في فارس وفي الروم وفي مصر وفي اليمن وفي غيرها. من هم هؤلاء الثلاثة أعداء؟ اليهود في أين؟ خيبر، وقريش في مكة، وهوازن. هوازن كما ذكرنا كانوا يستطيعون أن يجمعوا 20,000 في خلال ساعة واحدة، كان لهم قوة، فأجلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخير. ابتدأ أول شيء باليهود وفتحت خيبر، وبعد ذلك توجه صلى الله عليه وآله وسلم إلى مكة وفتح مكة. وكان صلى الله عليه وآله وسلم قد أخفى الخبر في فتحه لمكة كما تقدم معنا، حتى فتحها الله تعالى عليه. كانت مكة تعتبر هي أصل العرب وهي مجمعهم، ومن استطاع أن يملك مكة ملك العرب في الغالب، وذلك أنها هي مجمعهم في أسواقهم، في سوق عكاظ ومجنة وذي المجاز. وكذلك كانت مكة تعتبر بالنسبة لهم هي موقع الحج الذي يحجون إليه كل سنة ويجتمعون فيه، وهي موقع العمرة التي يقبلون إليها في السنة مرارا. فكانت مكة أصلا لها وزنها عند العرب عموما. فإذا استطاع صلى الله عليه وسلم أن يسيطر على مكة، استطاع بعد ذلك أن يسيطر على جميع العرب. لذلك قريش حرصت على أن تحميها، لكن ما استطاعت قريش أن تقف أمام جنود النبي صلى الله عليه وسلم. استطاع صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة، وكان في أثناء قدومه إلى مكة قد بعث مالك بن عوف النصري، وسيأتي معنا أخباره، وهذا الرجل هو رئيس قبيلة هوازن قائدهم، قد بعث جواسيس يتربصون وينظرون إلى أين يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم، هل سيتوجه فعلا إلى مكة قادما من المدينة، ما هو عدد الرجال الذين معه، ما هو السلاح اللي معه. وفعلا رجع إليه جاسوسه بعد أن قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام لما قبض على هذا الجاسوس لماذا لم يقتله أو يسجنه؟ لماذا أذن له أن يرجع إلى مالك بن عوف النصري؟ لأنه صلى الله عليه وسلم واثق في قوته، فهو عليه الصلاة والسلام يعلم، كأنه يقول له اذهب وانقل إليهم، وهذا ما يسمى بالحرب النفسية، كأنه يقول له اذهب وانقل إليهم أننا أقوياء وأن معنا سلاح وأن عددنا كبير، اذهب وانقل إليهم ذلك. لكنه لم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك له صراحة، وهذا يعتبر من إرسال الرسائل غير المباشرة، ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله كثيرا هذا الأسلوب، يرسل رسالة إليك من غير ما تشعر أنت أنه يقصدك. مثل عبد الله بن عمر رضي الله عنه رأى في المنام كما في صحيح البخاري أن ملكين قد أتيا، فقال له انطلق، فانطلق معهما حتى وقف به على النار، وإذا هي كالبئر المطوية يعني مبنية من داخل بالحجارة، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أقوام عرفهم عبد الله بن عمر، فأخذ عبد الله بن عمر يقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار، فمر به ملك ثالث فقال له لن ترع إنك لست من أهلها. استيقظ عبد الله بن عمر وذهب وأخبر أخته حفصة، سمعت حفصة هذا الكلام، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته حفصة بالخبر، فقال صلى الله عليه وسلم لحفصة نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، وسكت، ما قال يا حفصة بلغي عبد الله بن عمر أن يفعل كذا وكذا، لا، ما يريد صلى الله عليه وسلم يعطيها بن عمر بأسلوب الأستاذية، ترى أنا أوجهك يا عبد الله بن عمر، وإن كان هو عليه الصلاة والسلام أهل للتوجيه، لكن يريد أن يقدمها له على أنه اقتراح عام. فلما جاء عبد الله بن عمر إلى حفصة قال لها ما الخبر؟ قالت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، فما ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل إلى أن مات. شوف رسالة غير مباشرة. لما أقبل صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، شوف رسالة أخرى، أقبل في عمرة القضاء، أنتم تعلمون أنه جاء في للعمرة فمنعته قريش وكتبوا بينهم صلح الحديبية على أن يعود في السنة التي بعدها ويعتبر، جاء في السنة التي بعدها ليعتبر. كان مجموعة من كفار قريش
لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليعتمر كانوا غضبانين ولا يريدونه أن يدخل مكة أصلا، منهم عكرمة بن أبي جهل ومنهم خالد بن الوليد، حتى إنهما خرجا وصفوان بن أمية خرجوا من مكة 4 أيام ما يطيقون أن يروا المسلمين في مكة من شدة البغض، ثم فتح الله على قلوب الثلاثة وأسلموا. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام واعتمر قال للوليد بن الوليد وهو أخو خالد بن الوليد، قال له أين خالد أخوك؟ قال يا رسول الله قد سمع بمقدمك فخرج من مكة لا يطيق أن يراكم. يعني هذا خبر، يعني ممكن لو واحد منا كان يقول أصلا هذا ضال وفاجر وخله جعله ما يرجع يبغض المسلمين لهالدرجة ماذا فعلنا له؟ لا، لما قال يا رسول الله هو لا يطيق أن يراكم من شدة بغضه للمسلمين ما يتحمل يراكم، لذلك طلع من مكة 4 أيام، قال صلى الله عليه وسلم قد كنت أرى أن لخالد عقلا يهديه إلى الإسلام، ووالله لو جاءنا لأكرمناه. شوف هو عليه الصلاة والسلام كأنه يكلم نفسه، مثل ما أنت فرضا تعلم أن زوج أختك في نفسه عليك شيء، فجئت لأختك زائرا وقلت لها مثلا وين أبو عبد الله؟ قالت والله ما هو موجود. فقلت سبحان الله والله زوجك هذا أنا أحبه وأنا معجب به، قلت لها 3-4 كلمات وسكت. كم احتمال أنها تنقل هذا الكلام إلى زوجها؟ كم الاحتمال؟ 1,000,000% أكيد. أي واحد يعني هي تفرح أن أخاها مدح زوجها وتريد أن زوجها يحب أهلها أكثر، فتأتي وتقول لزوجها ترى أخوي كان عندنا ويقول أنه يحبك، أنت من ذكائك تقصد أن توصل هالرسالة. لو قلت لها إذا جاء أبو عبد الله قولي له أني أحبه لضعف الكلام، كان يشعره أنه نوع من التصنع، وإذا جاء تقول له ترى أخوي يقول لك أنه يحبك فيقوله في نفسه إيه لو يحبني كان فعل كذا وكذا، ويبدأ يذكر بعض ما في نفسه. لكن لما تتكلم كأنها مشاعر تحدث بها نفسك، تقول في نفسك مثلا يا أحليلة أبو عبد الله والله أنه حبيب ولطيف وأفرح أنا إذا شفت، كأنك تطلع مشاعرك، فهي تنقل. هذا اسمه رسالة غير مباشرة. اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هنا أنه فعل ذلك، قال للوليد بن الوليد أين خالد؟ قال سمع بمقدمكم فخرج. فقال قد كنت أرى أن له عقلا، يمدح ذكاء خالد، والله خالد ذكي، قد كنت أرى أن له عقلا يهديه إلى الإسلام، والله لو جاءنا لأكرمناه. وسكت، ما يحتاج يقول يا وليد بلغ هالكلام، هذا الكلام المفرح يبلغ من غير ما تأمره بأن يبلغه. فلما أرادوا أن يخرجوا، طبعا الوليد ما يدري أين أخوه خالد، ما يستطيع يتصل بالتلفون وينك فيها بقابلك قبل أمشي، ما يستطيع. فكتب رسالة، كتب إلى أخي خالد والله لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عنك ويقول لو جاءنا لأكرمناه، ويقول أعلم أن له عقلا يهديه للإسلام. شو أعطاه الكلام الطيب، وترك هذه الرسالة عند بعض أصحابه، قال إذا جاء خالد فناولها إياه، ومضوا إلى المدينة. رجع خالد بعد 4 أيام فإذا شخص يعطيه الورقة مباشرة، قال هذه رسالة من أخيك الوليد. فتحها خالد ومن غد توجه إلى المدينة. شوف الحرص، حتى إنه خرج خالد متخفيا، وفي نصف الطريق رأى عمر بن العاص، وعمر بن العاص أيضا خرج متخفيا، كلهم يريدون المدينة للإسلام، وكل واحد ما يريد يخبر الثاني إنه طالع يسلم. فيسأل كل واحد الثاني إلينا تذهب، فكل واحد ما يريد يبلغ الثاني إنه طالع للمدينة. فقال والله أخرج في بعض شأني، قال عمر وأنا طالع في بعض شأني، يعني عندي شغل كذا، شغل في البر، لا عندك غنم ترعاها وليس عندك إبل، ماذا تفعل في البر؟ تحفر عن كنز يعني؟ فجعلوا يمشون مع بعض. فخالد يسأل عمر يقول له أما قضيت شأنك؟ أنت أشوفك يعني ماشي معي ما خلص شغلك؟ فقال ليس بعد، ويمشون مع بعض. بعدين عمر يسأل خالد وأنت أمن قضى شأنك؟ ما خلص شغلك؟ فشعروا أنهم خلاص ماشين قطعوا مسافة، حتى قال خالد
إني ماض إلى المدينة، عاد خذها صريحة، أنا طالع إلى المدينة لأدخل في الإسلام. فقال له عمر: وأنا والله هذا الذي أخرجني، ما خرجت إلا ابتغاء الإسلام. فالمقصود أن بعث الرسائل غير المباشرة كان من منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجد أنه يبعث رسالة ويتأثر بها ذلك الشخص دون أن يشعر أنه صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يرسل إليه الرسالة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قبضوا على الجاسوس وسألوه: من أين أنت؟ أنا من هوازن، ما الذي جاء بك؟ حتى انتهوا منه، ثم قال عليه الصلاة والسلام: أطلقوه. وكأنه يريد يوصل رسالة إلى هوازن: يا هوازن، ترى نحن أقوياء وعندنا سلاح وعندنا جيش، ولولا أننا واثقون في أنفسنا وإلا لقتلنا صاحبكم، لكن كوننا نتركه من غير قتل هذا يدل أننا واثقون في أنفسنا. فأطلقه صلى الله عليه وسلم ليخرج إلى ليعود إلى أصحابه. فتحت مكة طبعا، ولبث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبدأت هوازن تتهيأ لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عندهم شاب اسمه مالك بن عوف النصري، وعندهم شيخ كبير اسمه دريد بن الصمة. دريد هذا كان يعني، لكن ذكروا أنه قد فني، يعني خلاص كبر جدا، لكن يعني لكن ذكروا أنه قد فني يعني خلاص كبر جدا لكن عقله معه، لكنه ما يكاد يرى ولا يكاد يسمع إلا الشيء، البصر فقده، لكن عنده سمع يسير، ولكنه كان لكبر سنه يحملونه في قفة. قفة هذا هو الإناء اللي يصنعونه من خوص النخل يضعون فيه التمر، كانوا يضعونها الشايب فيه، يجلسون فيه ويحملون فيه، لا يقدر يمشي ولا يركب على بعير ولا، من شدة الكبر والضعف. فكان له عقل يزن بلدا اللي هو دريد بن الصمة، وله شأن سنذكرها الآن. مالك بن عوف النصري علم أن النبي صلى الله عليه وسلم مدام وصل إلى مكة انتهى من خيبر، انتهى من المدينة، انتهى من مكة، ما بقي إلا نحن هوازن. وهوازن قوية، فيها عدد كبير من القبائل، كعب وكلاب وثقيف وعدد كبير من القبائل. ويعلم مالك بن عوف أن الطريق إليه. طيب، مالك بن عوف هنا يستطيع أن يبقى في بلده، وتعلمون الطائف هي عبارة عن جبال ووديان، وأصعب شيء القتال في بلد فيه جبال ووديان. أنت لما تكون قوي وتقاتل عدوك عبر أرض منبسطة صح هذا سهل عليك، لكن لما تكون جبال ووديان وأنت ما تدري أين يختبئ عدوك، ثم إنها لما تكون أنت تغزوه في دياره، لما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم في الطائف ما يعرف الجبال، طيب يمكن هذا مختبئ يمين وهذا يسار وهذا في هذا الوادي، بعدين هم أهل البلد يعرفون مداخل الوديان ومخارجها وأنت الغازي ما تدري عنهم. لكن مالك بن عوف النصري من قلة تدبيره وتفكيره خرج من الطائف لملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنه بقي في الطائف لكان للقتال خيرا له، لكن الله أعماه عن هذه الفكرة وخرج. ولأجل أن يغري قومه بالثبات أمرهم أن يخرجوا معهم نساءهم وصبيانهم ودوابهم. فقيل له: لماذا؟ قال: حتى يحرص كل واحد منهم على أن يثبت في القتال، ويعلم أنه إن انهزم سبيت نساؤه وبناته وأخذت أمواله. فهو ما يكون أهله في الطائف فلما يبدأ القتال يخاف ويرجع إلى الطائف عند عياله، لا، يعلم أن أولاده معه في ساحة المعركة، فإما أن تدافع عنهم حتى تموت أو أنك تؤسر ولا تقتل. فكانت مثل هذه الفكرة عنده، وإن كانت هي غير صائبة. المقصود أنه جمع هؤلاء جميعا، فلما اجتمعوا ليخرجوا قامت قبيلة كعب وكلاب وهما من قبائل هوازن. قالت: يا مالك بن عوف، أنت الشاب متحمس، وخروجك إلى القوم بنسائنا وأطفالنا هذا تكون عديم العقل، كيف تخرج من نساء والأطفال للقتال؟ قال: والله لا أخرجن بهم. فأخذوا يناوشونه ليتراجع فأبى، فانسحبت قبيلة
كعب وكلاب، وهذا يدلك على أن الإنسان أحيانا، طبعا بقية القبائل اضطرت أنها تطيع مالك بن عوف، لكن هاتان القبيلتان استطاعت أنها تتحرر من سلطته. أحيانا يكون عندك قائد أنت متيقن 100% أن رأيه خطأ ويطالبك أن تطيعه، مثل ما يفعل مالك بن عوف، ينصحونه ويذكرونه والجميع يجمع على أن رأيك خطأ، وهو ليس عنده قدرة على قبول أي مشورة. ولو أنه استغنى أحد عن قبول المشورة لاستغنى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أليس الله تعالى يقول له فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر؟ والله تعالى يقول وأمرهم شورى بينهم. فلو استغنى أحد عن أن يشاور غيره بعقله وحكمته وعلمه لاستغنى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله تعالى يعلم أن الكل يحتاج إلى المشورة. وأيضا أنت إذا استشرت لا تكن متكبرا في قبول رأي غيرك. مالك بن عوف الآن لما قرر قرار قال نطلع كلنا بنساءنا وأطفالنا، بدأوا يناقشونه ما الذي يخرج النساء والأطفال إلى ساحة المعركة، ما هي الفائدة ليبقوا هنا؟ والمنهزم إذا انهزم لم يرده أحد. الواحد إذا رأى الموت أمامه هرب، والله ما همه عياله ولا زوجته، بينهزم. قال لا إلا تخرجون معي، وليس عنده استعداد لقبول أي رأي آخر، وهذا نوع من السفه. الإنسان يا جماعة إذا كان عاقلا حتى لو كان قائدا وسمع رأي غيره ورجع إليه فهو العقل. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يخرج إلى معركة أحد خرج صلى الله عليه وسلم وعرض الأمر على أصحابه. شوف يا أخي العقل والقيادة، أنا لما أشاور غيري وأستمع رأيه لا يعني أني أنها إهانة لي ولا تنقص مني، لا، بل هو من كمال العقل. فخرج عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه قبل معركة أحد، أخبرهم قال هؤلاء قريش قادمون الآن علينا لقتالنا، فما رأيكم، نخرج إليهم نقاتلهم أم نبقى في ديارنا ونقاتلهم، يعني ما يسمى بقتال شوارع، بحيث أننا النساء فوق البيوت يرمين الحصى على الكفار ونحن نقاتلهم بين البيوت، ونحن بين البيوت نعلم مداخل البيوت ومخارجها والحارات، وهم لا، كفار داخلين كذا بين البيوت، فبدل ما تقاتل 3000 تبدأ تقاتل 10 لوحدهم، 5 لوحدهم، 2 لوحدهم، هذا أحسن من أنك تقابل جيشا أنت أقل منه عددا. لذلك حرب العصابات يعني هي من أقوى أنواع الحروب التي تمارس إلى اليوم. يعني حتى الآن ما يفعله مثلا إخواننا في سوريا الجيش الحر هو في الحقيقة ما يسمى بحرب العصابات، لأنها يجتمعون مجموعات ويهجمون هجمات محددة، فالعدو لما يريد أن يقاتلهم ما يدري أين هم، يدخلون في غمار الناس وهم أعداد قليلة لا يشق عليها الاختباء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا رأيه، قال الصحابة يا رسول الله، مجموعة من الصحابة المتحمسين الذين فاتهم القتال في بدر ومتحمسون الخروج في أحد، قالوا يا رسول الله قد فاتنا الخروج في بدر، فاتتنا هذه الفضيلة فنريد أن نخرج إلى عدونا. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه، هو مقتنع أن نجلس في مكة في المدينة ما نطلع، قال إني قد رأيت، يعني رأى في المنام، رأيت بقرا تذبح، ورأيت في سيفي ثلمة، رأيت السيف في كسر كذا في النصف أو في أحد أطرافه، فأولته تأويلي له تعبيري، فأولته نفرا من أصحابي يقتلون ونفرا من آل بيتي يقتلون، فهل نجلس في المدينة؟ فإذا بالصحابة أكثرهم على أن نخرج يا رسول الله إليهم للقتال، ما نبقى في المدينة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه مقتنع أن البقاء في المدينة أحسن، لكن مدام أن أمامي رجال وعقلاء، ليسوا أطفالا لا ينظر إلى رأيهم، لا، أنا أمامي رجال عقلاء هم اللي بيقاتلون معي، لست سأقاتل وحدي، وما دام إني استشرتهم لا معنى أن أستشيرهم ثم يجمعون على رأي بعدين أقول هذا رأيكم، فيقولون نعم رأينا أن نطلع كلنا، فأقول لك الرأي نجلس، يلا اجلسوا. أجل ليش تسألنا ما دام ما عندك استعداد أن تسمع رأينا؟ لماذا تسألنا أصلا؟ وهذا إهانة ترى الإنسان. أنت لو واحد من أصحابك فرضا
أن تمشي معه. بعدين يقول لك مثلا وش رأيك وين صلي العشاء، فتقول له والله طيب خل نطلع نصلي في الحرم لسه مبكرين وباقي وقت ونأخذ الأجر وكذا. قال لك طيب خير إن شاء الله، شوي إلا وقف عند مسجد عادي. قلت يا أخي طيب مش قلنا الحرم؟ قال ما هو بشغلك، سيارتي وأنا اللي أتحكم. ونزل. طيب ليش تسألني يا أخي؟ لو لم تسألني لكان أحفظ لكرامتي، على الأقل إذا نزلنا من غير ما تعرف رأيي يعني تكون حفظت ماء وجهي، لكن تسألني وتعرف أن رأيي في الحرم ثم تخرج إلى غيره. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام سألهم فرأى أن أكثرهم يريدون الخروج. قال نعم الخروج الخروج. طبعا هو يعلم صلى الله عليه وسلم أن الرأي الذي اختاروه ليس رأيا خطأ، لكن هو يرى أن الرأي الأول أحسن، لكن برضو رأيهم يرى أنه صح. وهذا ترى في الاستشارة، يعني أنت لما تشاور أولادك ما رأيكم أين نذهب، قالوا نذهب المكان الفلاني، أنت تعلم أن مكانا آخر خير منه لكنهم متحمسون لهذا المكان، تقول يا الله لتكتمل متعتكم بخروجكم ونزهتكم أذهب بكم إلى كذا. دخل عليه الصلاة والسلام لما شاور أصحابه في أحد ولبس لأمة الحرب ثم خرج إليهم، وكان قد ظاهر بين درعين، يعني لبس درع حديد ولبس فوقه درع حديد آخر، شوف من استعداده للقتال. وخرج عليه الصلاة والسلام متجهز يلا نمشي. فالصحابة في أثناء غيابه عنهم بدأوا يتناقشون من جديد، فبدأ بعضهم يقول كأننا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم، كأننا يعني غصبناه أنه يعني يطلع، كأننا أكرهنا النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج، فما رأيكم نجلس في المدينة؟ خلاص نجلس في المدينة حتى ما نكسر كلامه. خرج صلى الله عليه وسلم متجهز للقتال بيطلع. قال له الصحابة يا رسول الله خلاص احنا فكرنا في الموضوع ورأينا أننا كرهناك، خلاص يا رسول الله نجلس في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوف صفة القائد، اتخذنا قرار نبقى على قرارنا، وش أنا لعبة عندكم؟ البس لأمة الحرب اخلع لأمة الحرب، لا 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 أنا قائد، اتخذنا قرار نثبت نتحمل نتائج هذا القرار. وهذا ترى يا جماعة مهم في التربية. أنا قبل كم يوم لما نجحوا العيال قاعد أوزع عليهم الفلوس، يعني جائزة النجاح، حد ماني معلمكم كم يعني، فواحد منهم قال بس تعطيني كذا. قلت طيب يا ولدي عادي، ما أنا دافع فيك في المدرسة 15,000، مدرسك مدرسة أهلي، ودافع فيك في المدرسة في المدرسين تخذ، ودافع للسواق، أنا قاعد أدفع فيك يا ولدي من يوم بديت تدرس، أحمد ربك أنك مش أنت اللي تدفع لي. فقال بس كذا ما أبغاها. قلت أبد ما تبغاها؟ قال لا ما أبغاها. قلت طيب وأوزع على الباقي. بعدها بساعتين جاء عندي قال يبا عطني ال. قلت لا يا ولدي تحمل قرارك، حلوة الكلمة تحمل قرارك. قال إيه بس أنا مو بقصدي. قلت ما علي قصدك ولا مش قصدك، أنت قررت وفكرت وأنا عارض عليك الفلوس وتقول لا ما أريدها، إما تزيدني أو لا، تحمل قرارك. وجلست يومين وسافرت ويتصل بي تكفى يا بابا فلوس. قلت تحمل قرارك مع السلامة طق. الآن إذا عرضت عليه الشيء، شوف لما تعطيه درس تعرض عليه الشيء تقول هذا قرارك، يقول لحظة أجل أفكر. هذا جيد، لا تتخذ قرارا إلا وأنت قد القرار. ترى الإنسان يا جماعة اللي يقرر بعدين يهون، يقرر بعدين يهون، هذا يعني تسقط شخصيته حتى عن زوجته وعياله. إذا قررت شيء حتى في أهلك، لكن قرار صائب ليس قرارا ظالما، قررت تحمل آثار القرار، قرروا هم شيء تحملوا آثار هذا القرار، تحمل قرارك، خذها قاعدة دائما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لبس لأمة الحرب وطلع لأصحابه يلا نمشي للقتال. قال والله هونا ما نبغى نطلع، خلاص احنا نشوف رأيك صح نبقى في المدينة. لا، قال لهم ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يفصل الله بينه وبين عدوه. ما هو بلعب المسألة، يا رسول الله قررنا، قررنا هذا قراركم الأخير، قرارنا الأخير أدخل وألبس الحرب وبعدين أطلع، بعدين تقولون هونا، لا ما هو بلعب، هذا قتال. ولو النبي صلى الله عليه وسلم فتح لهم مجالا لتغيير الآراء لصارت آراءه عليه الصلاة والسلام ما هي بقوية، بكرة يقف عليه الصلاة والسلام في المعركة يجهزهم،
بعدين يقول خلاص أنت يا خالد بن الوليد مجموعتك هنا، وأنت يا سعد مجموعتك هنا، خلاص كل واحد مجموعته صح وراضي بمجموعته. نعم. بعدين شوي لما خلاص بيبدأ القتال يقف واحد يقول لا يا رسول الله هونت، أنا أشوف أنك تحطني مكان فلان. لا، ما في هونت، تحمل قرارك، أنت وافقت تحمل قرارك. لذلك حتى الصحابة تربوا على هذا. شوف لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة، تعلمون في معركة الخندق أقبل الكفار 10,000، حاصروا المدينة ما استطاعوا أن يدخلوها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان المعركة، وصار هؤلاء الكفار في صف والنبي صلى الله عليه وسلم في الصف الثاني، صار في رمي بالسهام، جلسوا قرابة 23 يوم، ثم أرسل الله ريحا على الكفار وكفت المؤمنين شرهم، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها إلى ديارهم. لكن فيه بنو قريظة اليهود كانوا قد ساعدوا المشركين في القتال ودعموهم الدعم اللوجستي، طعام وشراب وثياب ومدري إيش. فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قريش ورجع إلى البيت، جاءه جبريل قال اخرج إلى بني قريظة، خرجوا إلى بني قريظة، حاصروا بني قريظة، ثم قال بنو قريظة احنا بنستسلم لكن نريد أن يحكم بيننا وبينك سعد بن معاذ، على اعتبار أن سعد بن معاذ كان حليفا لهم في الجاهلية وبينه وبينهم تجارات وكذا، فقالوا هذا الرجل بيكون يعني معنا يتعاطف أكثر من غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سعد بن معاذ، قالوا سعد بن معاذ، طيب انزلوا خلاص سعد بن معاذ. نزلوا خرجوا من حصونهم وجلسوا، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ تعال احكم. ما هو سعد بن معاذ ما كان معه في الجيش؟ لا، لأن سعد بن معاذ في معركة الخندق لما كانوا الصفين، لما كان الصفان واقفان أمام بعض أصيب بسهم، فالسهم هذا جاء على عرق، جعل ينزف ينزف ينزف، فهو ما عندهم في السابق والله أعطوه دم يلا تبرعوا له بدم، لا ما فيه، ينزف لين يموت. فهو رضي الله عنه باقي في المسجد، وبعدين نقل إلى بيته يعني مريض مرضا شديدا وجسمه يضعف مع الدم، وهم طبعا يوقفون الدم يربطون الدم وكذا، لكن برضو يعني الدم يسيل. أرسل عليه الصلاة والسلام إلى سعد بن معاذ، جاء سعد بن معاذ وهو على حمار يحملونه عليه، حتى أقبل وقف إليهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، يكلم الأنصار يعني قوموا نزلوه من على الدابة، فقاموا إليه وأنزلوه من على الدابة ونزل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم. أول كلمة قالها سعد هي ما نتكلم عنه، تتحمل قرارك ولا لا، ما تعترض بعد ما تتخذ القرار، وهذه ترى منهج يا جماعة، أنت اتخذت قرار تحمل قرارك، غيرك اتخذ قرار أنا مش مسؤول، أنت تحمل قرارك. فأول ما نزل سعد قال يا رسول الله أحكم أنت بينهم، يعني أنا أستحي أحكم وأنت موجود، مثل لما تكون أنت موجود في مجلس وفيه مثلا شيخ فاضل عالم كبير، بعدين يدخل واحد ويقول لك ألا عندي سؤال يا فلان جاوبني، احنا صلينا تو أهل علينا سجود سهو أم لا، فتقول أنت يا أخي والله أستحي أجاوب الشيخ فلان موجود، يعني عيب أن تسألني وفلان موجود. سعد بن معاذ يقول كيف أستطيع أني أحكم بين طرفين أحدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنا حتى أحكم عليك يا رسول الله أو أقضي عليك بقضاء؟ فقال يا رسول الله أحكم أنت، قال لا بل أنت، اعتبرها سعد أمر. طيب الآن تتحملون قراركم، إيش قال سعد؟ التفت إلى اليهود قال حكمي ماض عليكم، كأنه يقول تتحملون قراركم، أنتم اخترتوني، ما أحد منكم بعد شوي يعترض ويقول لا احنا مش قصدنا أنت، احنا ما ظنيناك تحكم كذا، احنا ما توقعنا، ما في توقعات الآن، أنتم اخترتوني أحكم، حكمي ماضي عليكم، ما في اعتراض، هذا معنى تتحملون قراركم؟ قالوا نعم حكمك ماض علينا. فأراد سعد أن يلتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول حكمي ماض عليكم، فخجل استحى، فوهو ملتفت إلى اليهود رفع يده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال وحكمي ماض على من هاهنا، ما قال ماض عليك يا رسول الله وأنت وأصحابك، لا من الأدب، قال وحكمي ماض على من هاهنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم.
احنا نتحمل قرارنا، احنا موافقين انك انت اللي تحكم. لو تحكم يا سعد ان نطلقهم اطلقناهم، تحكم نطلع من المدينة ونسكنهم فيها نوافق، خلاص احنا اخترناك حكما نتحمل القرار. ترى هذا موجود الان، الى الان في المحاكم. الان في المحاكم لما القاضي يحكم، مثلا انت بينك وبين شخص خلاف، فالقاضي حكم خلاص تدفع له 1000 ريال مقسطة لمدة 3 أشهر، موافق؟ يعني تتحمل قرار موافقتك بأن تدفع، لأنك إذا قلت موافق معناه قررت لابد تتحمل آثار القرار أنك تدفع شهريا 300 ريال. موافق؟ نعم. موافق؟ نعم. وقعوا على الموافقة، تتحملون قرار الموافقة. لما واحد بعدين يقول لا ما أبغى أدفع، نقول لا أنت قررت الموافقة، تتحمل قرارك. فإذا ما قر إذا ما وافق أو ترفع إلى هيئة التمييز اللي هي اللجنة العليا للقضاة. فهنا سعد بن معاذ يسأل اليهود، قال حكمي ماض عليكم؟ قالوا نعم. قال وحكمي ماض على من ها هنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فسكت سعد والناس كأنما على رؤوسهم الطير، الكل يترقب بماذا سيحكم. فقال سعد حكمي فيهم أن تسبى نساؤهم وتصادر أموالهم ويقتل رجالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. أصلا هذا حكم الله الذي أوحاه إلي، لكن ما رضوا أن يسمعوه مني. اليهود ما اعترضوا، خلاص يقولون لا نغير الحكم، لا ما نبغاك يا سعد، لا 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 أنتم قررتم تتحملون قراركم. هنا أن عند المشورة عندما يشاور الإنسان غيره يدل على عقله ويدل على فطنته وحكمته، لا يدل على تنقص عقله. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يشاور أصحابه، وكان مالك بن عوف هنا مترفعا ومتكبرا عن المشاورة. يقولون له يا مالك ما يصلح تطلع الحريم والرجال، تطلع الحريم والأطفال والبقر والغنم والإبل، ليش نطلعها معنا؟ يا جماعة الرجل أخرج معه 24,000 بعير، طيب ليش تطلعها؟ أنت ما تحتاج 24,000 بعير، أصلا كلكم 20,000، 4,000 الزايدة عشان إيش؟ وبعدين أنتم ما تحتاجون الإبل في القتال، أنتم تقاتلون على خيول، ومطلع معاه 10,000 من الغنم، ليش تكبر الجيش الذي معك فيشق عليك قيادة والتصرف فيه؟ لكن هكذا قرار، قرار واحد متحمس. وسبحان الله الشباب أحيانا يعني قراراتهم يكون فيها نوع من الصرامة والحدة والاندفاع. لذلك أحيانا ربما تقرر أنت قرارا وأنت شاب، ثم تأتي وتشاور لك شيخ كبير فيقول لك لا لا ما يصلح اهدأ، فتتهم الشيخ في نفسك أنه جبان، أنه ما عنده شجاعة في قول الحق، وهو لا عنده شجاعة أكثر منك، لكنك أنت لأنك شباب صار عندك اندفاع. أذكر شيخنا الله يغفر له الشيخ ابن باز، كنا يعني أحيانا أحضر درسه الفجر وأحيانا المغرب. فمرة أحد الشباب كان مندفع على شيء معين من المنكرات، ناسي والله إيش القضية، فكان يقول يا شيخ لازم جزاك الله خير تنكرون عليهم وتفعلون كذا. فالشيخ ساكت، بعدين قال الشيخ سبحان الله الشباب، الشباب يعني الشباب مندفع يندفع أكثر. ثم قال الشيخ، قال لما كنا في الجامعة الإسلامية أو ذهبنا مرة إلى المدينة، يقول والشيخ كفيف رحمه الله يعني من صغره، صح أنه ولد مبصرا لكن كف بصره تقريبا عمره 16-17. يقول فجاءني بعض الشباب، والشيخ طالب علم يعتبر بينهم وهو شباب تلك الأيام، يقول جاءني بعض الشباب وقالوا يا شيخ ترى فيه ناس عند الحرم يبيعون صور، صور يعني صورة الحرم المدني مثلا، وفي ناس كذا جنبه ولا ناس، الله المستعان الآن نصور في المساجد صرنا. فقال الشيخ إيش عند الحرم صور؟ لعن الله المصورين، الله ما يبيعونها عند الحرم ولا. يقول الشيخ وأنطلق أنا ومجموعة من الشباب معي والشيخ كفيف إلى الكشكات هذه، ويكسرون البضاعة ويمزقون الصور من الحماس. يقول ثم بعد ذلك لما الواحد كبر
وتفكر ونظر وتأمل، علم أنه لو أنه أخذ الأمور بهدوء وتروي لكان خيرا له. فترى مرحلة الشباب يعني يحتاج دائما مع الإنسان إلى شيخ يضبطه. يعني واحد شباب تحمس بيتخذ قرار معين، تعال نتفاهم شوي شوي. واحد شباب تحمس، واحد مثلا عفوا تعرض لأخته ولا وجد منها رسائل في جوالها ولا كذا، أخذ المسدس بروح أقتله. لحظة، أركد شوي، نشكر لك غيرتك على عرضك وحماسك لحماية أختك، لكن ليس تصرف صحيح تقتله. يعني لو قتلته لقتلوك، مثل ما قال الرجل يا رسول الله في البخاري، قال يا رسول الله الرجل يدخل بيته فيجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال صلى الله عليه وسلم إن قتلته قتلناك. وهو المسألة حماس، امسك الرجال ونشوف ما الذي أدخل إلى بيتك. فكذلك لا بد أن يتأمل الإنسان في هذا، حماسه لا بد أن يضبط بالمشورة. مالك بن عوف النصري الذي ورطه حماسه، تحمس وقال حتى يثبت المقاتلون معي أخرج معهم نساءهم وأطفالهم وأموالهم. جاء إليه الناصحون قالوا يا مالك اعقل، يا مالك هذا ليس تصرفا صحيحا. قال أنتم جبناء، ليست جبناء يا مالك، أنت اللي مندفع. فقبيلتها كلاب وكعب انسحبتا من المعركة. من البداية قالوا احنا ما نطلع نقاتل معك، اطلع بغيرنا. بدأت قبيلة كعب وكلب، كلاب وكعب، من عقلهم بدأوا يزيدون حصونهم تحصينا، يقبلون إلى حصون الطائف وجدرانها التي تمنع الأعداء من الدخول إليها، ويضعون على هذه طين وعلى هذه حجارة ويصلحونها، حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على مالك وواصل إلى الطائف ما يستطيع يدخلها. وفعلا هذا الذي حصل، النبي صلى الله عليه وسلم انتصر على مالك بن عوف وواصل الطريق إلى الطائف وما استطاع يدخلها، جبال ووديان وحصون، فاضطر بعد طول المقام أن يسالمهم عليه الصلاة والسلام. شوف عقل هاتين القبيلتين. النبي عليه الصلاة والسلام علم أنهم يتجهزون له، وبدأ عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة. طبعا هو حتى يخرج من مكة لا بد يكون معه سلاح، وكان عليه الصلاة والسلام في مكة بقية أسلحتهم في المدينة أصلا، ومصانع الأسلحة في المدينة. مصانع الأسلحة أعني بها يعني السيوف والرماح والسهام، الدكاكين التي يصنع فيها الصحابة ذلك هي في المدينة، ولا يستطيع الصحابة الآن أن يذهبوا لأجل أن يأتوا بها. وكان مالك بن عوف النصري متجهز صح، حتى إنه قد أرسل من عنده وفدا إلى الشام، إلى مدينة جرش التي في الأردن اليوم، واشترى منهم بعض الأسلحة وجاءوا بها إلى الطائف. شوف حماسة للقتال. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل يبحث في مكة عمن يساعده بسلاح، فأقبل إلى صفوان بن أمية قال يا صفوان نريد أن نستعير منك سلاحا. قال ما هو؟ قال نريد أدرع. الأدرع مثل ما ذكرنا هو مثل القميص يلبس لكنه من حديد. قال كم تريد؟ قال أريد ما عندك. قال عندي 100. قال أعطني إياها. قال أغصبا يا محمد؟ تأخذ غصب مني؟ قال لا، بل عارية مضمونة، يعني أنا أستعيرها منك وأضمن لو أنها فسدت عندي أو حصل لها شيء فإنني أعيد لك مثلها أو قيمتها. وهذا الفرق يا جماعة بين الشيء اللي تعطيه أمانة والذي تعطيه عارية. العارية ذكر أكثر الفقهاء أنها مضمونة مطلقا، أما الأمانة فتضمن عند التفريط. يعني أنا لو جئت أنت وقلت لي هذا القلم أمانة عندك، طيب احفظه لي شهر وأنا راجع لك، فأنا أخذت هذا القلم وفعلا وضعته في صندوق عندي وكذا، لكن حصل عندي حريق في البيت وذهب قلمك معه، هذا لا يلزمني أن أعطيك قلما بدله لأني ما فرطت ولا قصرت، ما هو أموالي ذهبت معه. لكن لو أني أخذت القلم وحطيته على طاولة كذا في المجلس عندي والأطفال يلعبون يمين يسار، ثم جئتني بعد أسبوعين قلت لك والله ضاع القلم يا أخي، تقول طيب هل وضعته أنت في صندوق وحافظت عليه؟ قلت لا والله رميته في المجلس كذا عندي. طيب بيتك يا أخي في أطفال وفي ضيوف، وقع مني تفريط
فيلزمني أن أضمن لك الأمانة التي أعطيتني إياها. أما العارية، لو جئت إليك أنا وقلت يا فلان أعرني هذا القلم، سلفني إياه، بستعمله عندنا اختباراته، بستعمل أسبوعين وأرجع لك إياه مثلا، ثم أخذته ووضعته عندي في درج ووقع حريق في البيت وذهب القلم، يلزمني أن أعطيك قيمته أو أعطيك مثله. لذلك صفوان يعني حريص على السؤال، قال أنت بتأخذ مني الأدرع غصبا عني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل عارية مضمونة، لو حصل لها شيء نعطيك يا قيمتها أو نعطيك إياها. أخذ الأدرع، ومن حرص صفوان على حلاله على أدرعه أنه خرج معهم في القتال حتى يحافظ على الأدرع خايف عليها. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بن نوفل، قال نريد منك سلاحا، قال عندي 3000 رمح، الرمح هذا اللي مثل السهم لكن كبير، قال فأعرنا إياها. طبعا هو لما يعيره إياها بعض هذه الرماح لن تبقى، الدرع يخلع ويغسلونه ويرجعونه إلى صاحبه، لكن الرمح رماه وضرب في صخرة وانكسر وخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستعيرها ويعطيه بدل ما يفسد منها، مثلا لو بعضها انكسر أو ضاع أو رمي على بعض الكافرين وقتله أو نحو ذلك، فإنه يضمن عليه الصلاة والسلام أن يعيده إليه. جعل يتجهز عليه الصلاة والسلام ويجمع ما عنده، خرج عليه الصلاة والسلام الآن يسير جهة الطائف، وخرج مالك بن عوف النصري مع هالمجموعات الكبيرة، ونزلوا في وادي أوطاس، دريد بن الصمة شايلينه معهم في قفة يشيلونه معهم ويضعونه. يقولوا وكان من كبار المقاتلين القدامى، قالوا حتى إن فخذيه الجلد عند الفخذين كأنها قطعتان من ورق، كأنها أوراق، يابس الجلد من كثرة ما ركب الخيل. رجل مجرب لكن كبر السن، حال بينه وبين يعني أنه يقود المعركة. وهم في أوطاس التفت إليهم دريد، قال في أي موقع أنتم؟ هو أعمى. قالوا في أوطاس. قال سهل حسن، ثم سكت قليلا ثم قال ما لي أسمع رغاء البعير وبكاء الصغير وثغاء الغنم. يعني غريب، أنتم طالعين في معركة في أطفال يبكون، ما الذي أخرج الأطفال معكم؟ يعني الأطفال في الطائف. قالوا له قد أمرنا مالك بن عوف أن نخرج بأطفالنا ونسائنا. قال هذا عديم الرأي، ادعوا لي مالك بن عوف. جاءوا نادوا له مالك بن عوف. مالك بن عوف بين 20,000 مقاتل، 24,000 بعير، عشرات الآلاف من الغنم، و20,000 مقاتل مع نسائهم وأطفالهم، يعني يمكن مجموع اللي معه يصل إلى 80,000، لأن كل واحد معه زوجته. طبعا ليس شرط 20,000 كلهم معهم زوجاتهم، لكن عدد منهم معهم زوجاته ومعه أطفاله أيضا، ولا بعضهم شباب ربما لم يتزوج، فالعدد اللي معه يمكن يصل إلى 70 أو 80,000 أمه معه. فقال له يا مالك ما الذي جعلك تأتي بالأطفال والنساء؟ إنك عديم الرأي. فقال أريد أن أثبتهم في القتال. قال إن المنهزم إذا انهزم لم يمنعه صبي ولا امرأة. المنهزم إذا شاف الموت أمامه يصبح مثل اللي يعني أصابه حريق، تجد الواحد الله يعافينا وإياكم لو أصاب حريق في بيته وبدأ يسقط مثلا اللمبات من السقف ويسقط الدواليب والأبواب تحترق، يبدأ يبحث وين أطلع معه. لو بكى ولدك وقال يا أبي احملني معك وأنت تنظر إليه بينك وبينه نار، لن تستطيع والله تقفز وتشيل الولد وتخرج به معك وأنت تعلم أنك ستموت معه إن بقيت، تجد أنك تغفل عن هذا وتمضي. كما قال وقال كل خليل كنت آمله لا ألهينك إني عنك مشغول، وتجد أنك تنهزم تفر دون أن تلتفت إلى غيرك. فقال له دريد أنا مجرب، إن المنهزم إذا انهزم
لم يمنعه صبي ولا امرأة، والله ما يهمها أطفاله ولا حريمه، بس يريد نجاته وحياته، إذا نجا وجد زوجه وعيال غيرهم. فقال: لا، أنت قد كبر عقلك ونسيت كثيرا، أنت خلاص كبرت وعقلك صار ينسى، ما يحفظ. فقال له دريد: بل والله هذا تفكير الصبيان، أنت اللي بزر ما تفكر، هذا تفكير الصبيان، أعد النساء والصبيان إلى الطائف. قال: لا أفعل. قال: فأطعني، اجعل النساء والصبيان في رؤوس الجبال، أنت الآن في وادي أو طاس، لا تجعل الحريم معكم والأطفال، اجعل النساء والصبيان في رؤوس الجبال، اصعدهم فوق، فإن كان نصر نزلوا وأصابوا النصر معك، وإن كان هزيمة لم يشق عليهم أن ينصرفوا إلى ديارهم. يعني في الجبل المرأة بتأخذ أطفالها وتمشي بين هالجبال، تطلع تبعد عن مكان المعركة. قال مالك بن عوف: لا. شوف سبحان الله الكبر عن تقبل الرأي الآخر كيف يهوي بالإنسان في مضرته. لذلك الإنسان يا إخواني يكون عنده قدرة على أن يقبل المشورة، لا تتكبر عن قبول المشورة، لا تتكبر. وأيضا أنت إذا عرفت أن الذي أمامك سيتكبر عن قبول المشورة، لا تعطيها إياه على أسلوب الأستاذية، افعل ولا تفعل، قل والله أنا أعلم منه. يعني مثلا أنت ستعطي والدك رأي وتعلم أن والدك يتكبر عن قبول أرائكم مثلا، أنت أيضا كن ذكيا في عرض الرأي يا أخي، لا تقول لي: يا أبوي أنا عندي رأي أحسن من رأيك، أنا أشوف أنك لا تزوج أختي لفلان وزوجها للثاني، وترى هذا أحسن من الرأي اللي أنت اتخذته، لا ما يصلح هذا، ستأخذه العزة ولن يقبل منك. لكن لما تقول: والله يا أبي أنا أعلم منك، يعني أنت والله الرأي عندك يا أبوي، وأنت أبونا واللي مربينا، وكل ما يعني عندنا من فضل بعد فضل الله ومن فضلك، وأنا ما تعلمت في الحياة إلا منك، يعني انفخ فيه شوي خله ينبسط، وكوني أعطيك رأي ما يعني أنه يا أبوي أحسن من رأيك، لكن ترى رأيي هو نتيجة من أرائك، لأنه من عقلك وتربيتك، وعطه شوية كلام جميل ثم قل: فأنا أرى يا أبوي إن شئت، والرأي عندك، لكن إن شئت ألا تزوج أختي لفلان لأنه كذا وكذا وكذا، وأنت ربيتنا على خلاف ذلك، وأن تزوجها للآخر. فأنت الآن تعرض الرأي، ويشعر هو أنه رأيه ليس رأيك أنت، فيسهل عليه أنه يطيعك. هنا مالك بن عوف ما قبل كل الآراء، آخر رأي يقول لدريد: طيب طلع النساء والصبيان في الجبل. قال: لا، يبقون في الوادي معنا وراءنا، حتى المرأة تصارخ لما زوجها يقاتل ويسمع الصراخ ويقاتل أكثر. فقال له دريد: والله هذا عقل الصبيان، أطعني. قال: لا. فقال دريد: يا ليتني فيها جذع، أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. يقول: يا ليتني شباب والله اللي أقودكم وأترك هذا على جنب، لكني شايب ما أستطيع أن أتحرك. ثم التفت دريد إلى من عندهم الرؤساء هوازن، 20,000 مجموعة أفخاذ وقبائل، قال: خذوها مني، أطيعوني اليوم وعصوني أبد الدهر، اليوم أطيعوني وبعدها أعصوني. هو ضامن الأخ بيبقى 1,000 سنة عندهم، عشان هو عمره 160 سنة، بعد متى يعصونك؟ فقال: أطيعوني اليوم وعصوني بعدها، ارجعوا، هذا رجل مؤيد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل مؤيد، ارجعوا ولا تقاتلوه. فبدأوا يميلون إلى قوله، والله كلامه صحيح، والله فعلا احنا شلي طل، بدأوا يميلون إلى قوله. قال: من غاب منكم؟ قالوا: غاب منا كعب وكلاب. قال: غاب الجد والحد، يعني الغنى والسلاح، غاب الجد والحد، والله لو كانت خيرا ما سبقتوهم إليه، لو كان هذا فيه رأي خروجكم كان كلاب وكعب أحسن منكم أول ناس، لكن كونهم تراجعوا وبقوا في الطائف دليل أنهم أعقل منكم. فبدأت القبائل اللي معه تابعة لهوازن تفكر في الموضوع، نرجع ما نرجع، نجلس نبقى. فلما رأى مالك بن عوف هالكلام أقبل وأخذ سيفه ووضع مقبض السيف على الأرض ووضع الحد على صدره وقال: والله
لئن رأيت أحدا منكم راجعا لأتكئن على السيف حتى يخرج من قفاي فأنتحر. إذا ما مشيت معي والله لأنتحر الآن. هوازن كان أبرز من فيها مالك بن عوف، يقول وكان شجاعا وكان لسانا متحدثا. سبحان الله، يعني لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. الإنسان يا جماعة ترى إذا أوتي لسانا ومنطقا استطاع يؤثر في الآخرين تأثيرا تاما. ذلك يقولون إن يعني موسى عليه السلام، يقول المفسرون موسى عليه السلام اختاره الله تعالى للرسالة ووقف بين يدي الله تعالى، وبعدما قضى 10 سنين خارج مصر مغربا عن أهله يرعى الغنم وحبك فعلا وصنع كما قال الله ولتصنع على عيني، فعلا صنع للرسالة، وقال الله تعالى له اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال رب اشرح لي صدري. لما رأى موسى أني أنا الآن صرت رسولا خلاص، وأنا أذهب إلى فرعون وأتناقش معه وأدعو الإسلام ويصير لي أتباع وبصير قائد، اذهب إلى فرعون إن قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، إيش؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. لماذا اختار موسى هارون؟ في الآية الأخرى قال وأخي هارون إيش؟ هو أفصح مني لسان. هارون يا ربي يعرف يتكلم، يعرف يتكلم زين ويقنع وفصيح، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يريد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. لذلك أنا أنصح إخواني بالحرص دائما على تطوير النفس فيما يتعلق بمهارات الإلقاء، مهارات الكلام، مهارات التصفيف العبارات، اجعل عندك يعني شجاعة في الإلقاء، أكثر من القراءة في كتب الأدب، واقرأ من كتب الأدب بصوت عالي. أنا أحيانا أمسك مثلا مقامات الحريري أو غيره وأبدأ أقرأ بصوت عالي حتى يتعود اللسان على مخارج الحروف ويتعود على السجع مثلا، فقتلهم في كل مكان وتتبعهم في كل زمان ولم يكن أكثر من هذا في الإمكان بالسيف والسنان والقلم والبنان. يتعود اللسان على مخارج الحروف وعلى سجع الكلام، وكلما تطورت في هذا، وإذا نظرتم وجدت سبحان الله إذا أوتي الإنسان منطقا ولسانا استطاع أنه يعمل في الدعوة، في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعمل حتى في المحاماة، يعمل في الإصلاح بين الناس، يعمل في الإقناع، يعمل في التسويق التجاري، يعمل في السياحة، يعمل إذا أوتي لسانا ومنطقا. ولذلك كان العرب حتى في الجاهلية كان عندهم مسابقات في الخطابة، بس من خطيبكم؟ خطيبنا فلان، ويقوم يخطب خطبة، بعدين وأنتم من خطيبكم؟ خطيبنا فلان. شوف كيف كانوا يتدربون على الإلقاء لأنهم يعلمون أن هذا له وزنه. بل حتى يعني الرؤساء اليوم، يعني مثلا أكرمكم الله من نتكلم عن رؤساء أمريكا مثلا، تجد أنه من أهم ما يدرب عليه لما يريد يدخل حملة الانتخابية الخطابة والكلام، وتجد أنه يدرب تدريبا تاما على مهارات الإلقاء ومهارات الكلام وكيف أتكلم وكيف أهز رأسي وكيف أتحرك ومتى أرفع يدي ومتى أخفض يدي. وهذا ترى ممكن الواحد يعني يحضر في دورة، أو لا تخسر نفسك دورة، اقرأ في كتابا في مهارات الإلقاء كيف الإنسان يكون له ذلك. مالك بن عوف في سيرته ذكروا قالوا كان شجاعا وكان خطيبا بارعا، فكان إذا تكلم سحر الناس، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا، واحد يعطيك من الكلام ما يجعلك تقتنع. وقال عليه الصلاة والسلام إنكم تحتكمون تختصمون إلي، ثم قال وإن بعضكم يكون إيش؟ ألحن بحجته من بعض. كيف ألحن؟ يعني عنده قدرة على إقناعي، يكون مثلا استلف من فلان مالا ولم يرده إليه، عنده قدرة على الإقناع. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإنما أنا بشر أحكم بنحو ما أسمع، أحكم بحسب الحجة اللي أمامي. فأنت لما تكون حجتك قوية أقوى من صاحبك طبيعي أني بحكم لك. ثم قال إنما أنا بشر أحكم بنحو ما أسمع، فمن حكمت له بحق أخيه فلا يأخذه. ثم قال فإنما هي قطعة من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام
فالمقصود أن مالك بن عوف إضافة إلى شجاعته وإقدامه كان متحدثا بارعا بحيث أنه يسحر من أمامه بخطبته. وفعلا لما وضع السيف وهددهم بالانتحار رأوا أن ما في أحد غيرك، لو تموت يا مالك تورطنا، ما في أحد غيرك الآن ظاهر يمكن أن يكون قائدا. فقاموا إليه ومنعوه وقالوا نعم نحن معك، ثم مضوا. بعث مالك بن عوف 3 لأجل أن يدخلوا في جيش المسلمين ينقلون إليه ايش اللي يحصل. جاء هؤلاء 3 ودخلوا فعلا في صفوف المسلمين وجعلوا ينظرون يمينا ويسارا يتأملون، ثم رجعوا إليه، جلسوا يوما أو يومين رجعوا إليه، قالوا يا مالك والله ما لك بهم قوة في عتادهم وفي قوتهم وفي طاعتهم، لكن تكبر وواصل. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أيضا عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه إلى مالك وأصحابه، قال ادخل بينهم وانظر لي شأنه. فعلا دخل عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه وجعل ينظر في شأنهم وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبرهم. طيب سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هوازن خارجة عليه، يعني بيطلعون له يقاتلونه، لن يبقوا في ديارهم. هو عليه الصلاة والسلام لما علم وهو في مكة أن قريش طالعة بتقاتله قال لأصحابه نبقى في المدينة، لما كان في معركة أحد، لما كان في المدينة قال لأصحابه نبقى في المدينة وقريش تغزونا ونقاتلهم قتال شوارع. فقال الصحابة لا نريد نخرج نخرج، فتحمسوا وخرجوا. طيب إذن هو عليه الصلاة والسلام يميل إلى طريقة القتال اللي في المدن. طيب في مكة، احتل مكة خلاص، ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبقى في مكة وخلوا هوازن تهجم علينا ونقاتلهم قتال شوارع؟ ما دام هوازن 20,000 وإحنا عددنا 12,000 أقل منهم، هم الضعف، خلهم هم اللي يأتون إلينا ونقاتلهم قتال شوارع، قاتل هنا 10 هنا 20 هنا، ليش ما استعمل هالأسلوب؟ لا ليس حرمة مكة، ما هو فتح مكة وقاتل فيها، قالوا حلت لي ساعة من النهار. ها لا يعرف مكة، مكة هي مسكنها الأساسي. لا ليس تخويف لهم. ها لا ها مكة أحسنت ليست مثل المدينة كلها مسلمون، لا مكة فيها كفار لا تزال، وفيها ناس مسلمة الفتح لسه مسلمين كذا خايفين من القتل. فهو عليه الصلاة والسلام ما يضمن يدخل هوازن بعدين يصير علينا انقلاب في مكة، وبدل ما أكون أنا أريد أني يعني أقاتل هوازن يبدأ أصحابي يعني يتورطون بمن يقاتلهم من مشركي قريش، فيبدأ هوازن يقاتلوننا ما ندري لقريش من وراءنا انقلبوا علينا، فخلني أطلع أضمن المكان الذي معي. هذا من عقله عليه الصلاة والسلام، ويعلم أيضا أن مكة لا تزال مليئة بالسلاح وأنه ممكن أي واحد من قريش ينطلق عليه عليه الصلاة والسلام ويقاتله. فعليه الصلاة والسلام رأى أن الخروج ربما يكون أحسن له من أن يبقى في مكة. طيب بقي معنا شيء من الكلام لكن لعلنا نكمله إن شاء الله في دروس يعني قادمة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، نجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم في جنته، وأن يهب لنا من لدنه رحمة ومغفرة، وبارك الله فيكم.